أوكيو شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تسعى لتحقيق الاستدامة والتميز في جميع أعمالها التي تغطي سلسلة القيمة الكاملة في قطاع الهيدروكربونات، حيث يتم تسويق وتوزيع منتجاتها النهائية في أكثر من 60 دولة حول العالم. ولكوننا نهتم بالمجتمعات التي نعمل بها، فإننا ندرك أننا بحاجة إلى إدارة أنشطتنا بعناية فائقة للتأكد من أننا لا نؤثر بشكل سلبي على البيئة أو محيط المجتمعات التي نعمل بجوارها. حيث تمتلك أوكيو عدة شعلات لحرق الغازات الناتجة من عمليات التكرير في عدة مواقع في السلطنة. ولكن ما هي الشعلة؟ ولماذا نحتاجها في الصناعات النفطية؟ الشعلة هي عبارة عن نظام لتخفيف الضغط وحرق الغازات الزائدة لدواعي السلامة والتقليل من الأضرار البيئية، وتستخدم في جميع منشآت الصناعات النفطية. أنظمة الشعلة مصممة خصيصاً لتفريغ الضغط الناتج من الغازات المصاحبة لعمليات التشغيل والتخلص منها بشكل آمن، حفاظاً على سلامة المنشآت. ومن حين لآخر وكجزء من عملية التكرير، يتم إنتاج الغازات المصاحبة التي لا تحتاجها المنشآت النفطية. تقوم الشعلة بالتخلص من هذه الغازات الزائدة عن طريق حرقها عوضاً عن إطلاقها مباشرة إلى الهواء الجوي. قد ينتج من الشعلة الوهج، حيث يعتمد وهج الشعلة وحدتها على كمية الغازات الزائدة التي يتم إرسالها إلى الشعلة لحرقها. يمكن أن تحدث الشعلة من وقت إلى آخر بعد الضوضاء بسبب حقن البخار، والذي يستخدم كمبرد ومساعد لعملية الاحتراق الكلي والنظيف. في بعض الأحيان يصدر البخار صوت أزيل عند حقنه في مدخنة الشعلة، وهذا يعني أنه يقوم بعمله لتبريد النظام والحد بشكل كبير من الدخان. قد تنبعث بعض الأدخنة من الشعلة في فترة اضطراب وحدات التشغيل في المنشآت بسبب عدم اكتمال خلط البخار مع الغازات المرسلة للشعلة، حيث تكون كمية الغازات أكبر من قدرة البخار للاحتراق الكلي. هل هناك أي داع للقلق عند رؤية الشعلة؟ كن على يقين من أن عملية الحرق عملية خاضعة للتحكم، وتعتبر الطريقة الأكثر أماناً والأكثر فعالية من الناحية البيئية لحرق الغازات الزائدة وتقليل انبعاثات مركبات الهيدروكربون. في أوكيو نحن ملتزمون باستخدام أفضل التقنية المتاحة وإيجاد عمليات تتسم بالسلامة والاستدامة، وفي نفس الوقت إلى الأولوية القصوى بالبيئة والمجتمعات المحلية. نحن نسعى جاهدين لتقليل عملية الحرق إلى الحد الأدنى وجعلها للأوقات الضرورية من أجل استمرار العمليات التشغيلية بشكل آمن في منشآتنا. عندما تشاهد عمليات الحرق في الشعلة، تأكد من أنها تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على سلامة مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات لتعمل بشكل آمن. أوكيو، معاً نحقق المزيد.